ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا، ثم ركب الأتوبيس، ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح، ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: خرج في الآونة الأخيرة فيديو يظهر فيه الداعي محمد العريفي وهو يقول سورة التفاحة ليضحك من أمامه، ثم يرتل كلمات مضحكة على طريقة ترتيل القرآن، فما حكم ذلك في الشرع؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال بعض أهل العلم: من ترك سنة، من أتى بدعة نزع الله عنه من السنة مثلها حتى يراجع. أقول هذا العمل أقل ما يقال فيه السخرية والتحكم، وهو من القص الذي كان ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا خرجوا من المسجد. فكيف يسمى هذا الترنيم والإنشاد لما يسمى سورة التفاح أو تلاوة لسورة التفاح؟ من اعتقد أن هناك سورة اسمها سورة التفاح هذا يكفر. أما من فعل هذا الفعل وهو لا يعتقد فهذا متحكم ساخر ويخشى عليه، لأن عمله هذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.